بطل حلقتنا النهاردة هو الفنان محمود مرسي. تزوج من فنانة كبيرة وكتب نعيه بنفسه واستقال من الإذاعة البريطانية على الهواء بسبب العدوان الثلاثي. النهاردة هنتعرف على شخصية الفنان محمود مرسي وهنعرف تفاصيل كتير جدا عنه، عن حياته الفنية وكمان الشخصية. يمكن محدش هيصدقني لما أقول إن الوحش اللي بنشوفه قدام الكاميرات واللي بيخوف بصدق أدائه هو في الحقيقة إنسان هادي جدا وصامت وبيخاف من الخروج من البيت، وبتوصل إنه أحيانا بيقعد بالشهور ما بيخرجش من البيت وكل وقته بيقضيه في القراية وكمان لعب الطاولة، لأنه كمان ما بيتكلمش كتير وقليل الكلام، ويمكن تكون تربيته جوه مدرسة داخلية أثرت عليه وخلقت منه شخص تاني خالص غير الشخص اللي كنا بنشوفه قدام الكاميرا، ويبقى أي شخصية في الدنيا غيره. الشخص اللي بنستغرب من قدرته وسلاسة أدائه واللي يستاهل لقب فيلسوف السينما. الفنان محمود مرسي تكوين شخصيته بتتكون من شخصية معقدة جدا، لأنه اتربى في ظروف أسية وتربى جوه مدرسة داخلية في الإسكندرية وهي المدرسة الإيطالية، وكان صعب يسيبها غير في إجازة في العيد الصغير والعيد الكبير. وما تستغربوش لما أقول لكم إن برغم كونه وحيد جوه مدرسة داخلية بعيد عن أسرته وأهله، إلا إنه كان ليه 9 أخوات، منهم 6 أخوات ولاد وكمان 3 بنات. ومش هقول لكم ان كان يتيم، لا بالعكس، ده كان والده محامي مشهور جدا في اسكندرية ومشهور كرجل قانون ومشهور كرجل مثقف، وليه صالون ثقافي كمان كل اسبوع بيجمع كل المشاهير مشاهير المجتمع، وده غير انه كان رجل سياسي وعضو مجلس شيوخ كمان. والحقيقة أنه وجود محمود مرسي في مدرسة داخلية بعيدة عن حضن عيلته وأسرته وزحمة إخواته كان ليه قصة، وهي أن والده أعجب بسيدة وكان ليها قضية عنده في المكتب واتجوزها، وبعدها طلبت زوجته الأولى اللي هي والدة الفنان محمود مرسي لما عرفت طلبت الطلاق، وبعد الطلاق اتجوزت الأم تاني وخلفت 3 أولاد، وحصل نزاع بين الأم والأب على حضانة محمود، لكن في النهاية استقروا إنهم يدخلوه مدرسة داخلي علشان ما يبقاش مع الأب ولا الأم كمان. وطبعا شخص في وضع الطفل محمود مرسي كان ضروري يتأثر نفسيا نتيجة المشاكل العائلية والأسرية اللي ملهوش ذنب فيها، ونتيجة العنصرية اللي كانوا بيتعاملوا بيها أساتذته في المدرسة الإيطالية، فكان دايما ساكت في المدرسة وما كانش عنده أصدقاء غير الكتب، لحد ما أخذ قرار إنه يسيب المدرسة ويكمل تعليمه في البيت، وفعلا أخذ شهادة البكالوريا منزلي، ومع ذلك طلع الأول على الجمهورية ودخل كلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم الفلسفة. وزي ما كان محمود مرسي في المدرسة قليل التعامل مع الأصدقاء، كان كمان في الجامعة كده، لحد ما قرر الاشتراك في مسرح الجامعة، وده كان أهم قرار خده في حياته، وثبت من خلاله مهاراته الكبيرة وقدرته غير المحدودة على الإبداع. وقدم محمود مرسي من خلال مسرح الجامعة مسرحية عقدة أديب اللي أبهر بيها الجميع وكل اللي شافه، وأثبت قدرته الكبيرة على التقمص والتمثيل، وكان لقى إقبال كبير جدا عليه، وأخيرا لقى نفسه في المسرح. والغريب بأن نجاحه على المسرح خلاه غول قراية وغول بحث كمان، هو طول الوقت بيدور على عوامل بتمكنه من اللعبة دي، لعبة المسرح، وعايز يتمكن أكتر وبيدور على أسرار ومفاتيح، لحد ما اتخرج من الجامعة واشتغل مدرس، وهو كل عقله وتفكيره في النجاح في لعبة التمثيل والمسرح وتقمص شخصيات على المسرح كتير جدا، لحد ما قرر في يوم دراسة الإخراج السينمائي وسافر فرنسا علشان يدرس في فن الإخراج على أصوله هناك. وبعد 5 سنين في فرنسا انطرد محمود مرسي مع عدد من المصريين، وكان القرار طرده ده ردا على قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس وطرد الفرنسيين منها،
وبعد طرده من فرنسا سافر لإنجلترا، وهناك اشتغل في هيئة الإذاعة البريطانية، وابتدى ياخد وضعه كمذيع بيتكلم 4 لغات. لا ومش بس كده، ده كمان اتعرف انه من انجح المذيعين العرب في هيئة الإذاعة البريطانية. وفي سنة 56 حصل أدواني الثلاثي على مصر، ولأن الشدة بتكشف عن معادن الناس استقال محمود مرسي رغم نجاحه في الإذاعة البريطانية، وسبب استقالته كان رفض العمل مع الدولة المشاركة في العدوان الثلاثي على بلده. وبعد انتهاء العدوان الثلاثي وبعد استقرار الأوضاع في مصر، اتعين محمود مرسي مدرس في معهد التمثيل، وده بخلاف شغله كمخرج ومذيع في البرنامج الثقافي في الإذاعة، وشغله كمذيع على قناة التانية المصرية اللي قدم فيها برامج فنية وثقافية عالية المستوى، ومن أشهر برامج دي كان شخصيات مصرية. ورغم نجاح البرنامج في الوسط الثقافي، إلا أن شخصية محمود مرسي كانت السبب في أنه ما يكملش النجاح ده، لأنه كشخص صامت ما بيحبش الكلام وما بيتكلمش كتير، كان بيخاف يقاطع الشخصيات اللي بيستضيفها، وكان دايما شايف ان كلامهم اهم من كلامه. ده غير ان شخصية الجدة كانت بتدي انطباع انه تقيل، ده احتمال يكون هو الوحيد اللي كان شايف كده، وده اللي خلاه يسيب المجال ده ويدور على مجال تاني يلاقي فيه نفسه. وهنا بقى مر مرحلة جديدة في حياته، وابتدى في إخراج التمثيليات التلفزيونية، ومن إخراج للتمثيل، لأنه بعد سنين وافق على التمثيل ومثل فيلم مع نيازي مصطفى اسمه أنا الهارب. والحقيقة برغم أنه قرر يمثل متأخر، لأن عمره كان عدى 40 سنة وقتها، إلا أن الفيلم ده حقق نجاح كبير جدا خلال عرضه، واختاروا أنه يكمل في التمثيل. وقبل ما نتكلم عن أعماله الفنية، لازم نقول أن محمود مرسي قد يكون صاحب أقوى موهبة في تاريخ السينما المصرية، وهو من الممثلين القليلين اللي قدروا ينقلوا كل انفعالاتهم الشخصية اللي بيقدموها من غير ولا كلمة. كفاية نظرة العين أو تعبيرات الوش أو نفخة من السجارة، لدرجة أن الفنانة فاتن حمامة وقفت وسقفت له بعد مشهد من المشاهد، وبعدها سقف الاستوديو كله. وقدم محمود مرسي عدد كبير جدا من الأعمال الفنية من خلال مشواره الفني، وصل ل 62 عمل فني ما بين الإذاعة والتلفزيون وكمان السينما، ويمكن يكون قدم عدد من الأفلام قليل، إلا أن العدد ده كان من أنجح الأفلام على الشاشة المصرية، ومن بينهم 7 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. ومن أشهر الأفلام اللي قدمها كان شيء من الخوف، وكمان أغنية على الممر، والسمان والخريف، وإذا كان بيقدم الشخصية الصعبة والأسية والشريرة على الشاشة وكمان في التلفزيون، وكان بيقدم الشخصيات عكس اللي كان هي شخصيته الهادية. وطبعا شفنا مجموعة كبيرة جدا من أعماله المميزة للفنان محمود مرسي. أما عن حياته الشخصية، فتزوج الفنان محمود مرسي مرة واحدة من الفنان سميحة أيوب، ولي ابن وحيد هو الدكتور علاء محمود مرسي، وهو فنان واشتهر في أكتر من عمل فني، لكن مهنته الأساسية هي معالج نفسي. وتوفى الفنان محمود مرسي في 2004، لكنه قبل ما يتوفى كتب نعيه بنفسه، ووصى أن النعي ده يتذاع في الإذاعة، وكتب فيه أعز الناس على قلبي وأصدقاء عمري، وأنه ما يتمش الإعلان عن الوفاة إلا بعد دفنه، علشان ما يكونش الجنازة جنازة فنية. أما عن التكريمات اللي اتكرمها الفنان محمود مرسي، فهو حصل على جائزة الدولة التقديرية بصفة ممثل، وقال إن الممثل ملوش قيمة بدون المؤلف والمخرج، وحصل عليها سنة 2000 بعد تكريمه عن مجمل أعماله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان الراحل محمود مرسي، ونرجو من حضراتكم ان تدعموني بلايك للفيديو لو عجبكم، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة.
وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو وتقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو القادم. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. Thank you.